كان لازم اعمل المقدمه دي، لانه النهارده كملنا 300,000، ما لقيتش فيديو افضل من كده ينزل لكم احتفالا بالمناسبه دي. انا عجباني اضاءة الشمس كده وحاسة ان انا عميقة، فانا قررت ان انا اعمل الانترو بتاعت الفيديو من الزاوية دي. النهاردة الفيديو المنتظر، عشان النهاردة اخيرا هنبتدي الشغل في اوضة المكتب بتاعي، وهي مش اوضة، هي فسحية بس احنا هنعمل منها اوضة اخيرا النهاردة، فهتكونوا معايا في كل التفاصيل وفي كل حاجة. انتوا الفيديو ده هتشوفوه في كام دقيقة، بس الفيديو ده بالنسبة لي بقاله تحضير تقريبا اسبوعين، واعتقد هيبقى فيه شغل على مدار كذا يوم، فيعني انا بديكم كده الزبدة والخلاصة بتاعت الموضوع في الفيديو ده. في جزئين نزلوا قبليه، في الجزء الاول اتكلمنا عن اصلا بفكر في ايه وازاي عملت المود بورد وازاي اخترت الستايل اللي هثبت عليه، والجزء الثاني كنت معايا في جوله في ايكيا وانا بشتري العفش بتاع المكتب بتاعي والاكسسوارات وكل الحاجات دي، بس ما قلتلكوش كل حاجه عشان في حاجات هتشوفوها في الفيديو ده. فهسيب لكم اللينك بتاعهم هيظهر لكم هنا، وهسيبه لكم تحت في اول تعليق وفي صندوق الوصف علشان تلقوا نظره عليهم عشان تشوفوا السلسله كامله من الفيديوهات، علشان تعرفوا مراحل التصميم جت ازاي وتكون فعلا مفيده ليكم. وطبعا ما تنسوش لايك للفيديو ده علشان في شقه كتير، فبجد يا جماعه محتاج لايك. ده كده يا جماعه شكل المكان، هو مجرد صاله كده في النص او طرقه صغيره ما بين بابين اوض النوم. فدلوقتي هندهنه من بعد الباب باللون الابيض، وهتبقى كل حاجه في المكتب لونها ابيض، واللي هيساعدني دلوقتي شادي، فشكرا جدا يا شادي. بس على فكره الوضع مش سيء، هو بس مجرد دهان يعني. الوضع مش سيء. هنا شادي يا جماعه هو قاعد شغال ومتقدر ومش سيئني. اول حاجه بنعملها دلوقتي وهو ان احنا بنركب او بنلزق السوليتاب على المناطق اللي احنا مش عايزين دهان يجي عليها، علشان تشوفوا كل حاجه بالتفصيل زي ما قلت لكم اللينك تحت بتاع قناه شادي. و يا رب موضوع الدهان ده يخلص النهارده، لانه النجار المفروض يجي النهارده بالليل يرفع المقاسات بتاعه الباب وياخد التصميم اللي انا عاملاه علشان يبتدي ينفذهولي. ومتحمسه جدا، نفسي يخلص النهارده الدهان علشان افرش المكتب بكره وتكونوا معايا. دلوقتي شادي عمل كل السلوتيب وغطى الشباك وكل حاجه، بس انا نسيت اقول لكم ان انا اخترت اللون الابيض للاوضه علشان يوسعها، لان انتوا زي ما انتوا شايفين هي صغيره جدا، هي تقريبا 2 متر ونص في 2 متر ونص، فصغيره قوي فعشان كده اخترت الدهان الابيض علشان يدي وسع ويدي نور واضاءه قويه اثناء التصوير. انا اللي قلت لك كده. ايوه شادي هو اللي قال لي كده. عدى يومين وما عملناش اي حاجه خالص في المكتب، لاني كنت مريضه جدا اليومين اللي فاتوا، كان عندي دور برد، بس الحمد لله هي ابتدت اخف وابقى كويسه. فدلوقتي كنا المفروض هننام، بس لقيت شادي بيقول لي يلا ننزل الحيطه. احنا كده تاني يوم الصبح واخيرا خلصنا دهان الحيطه دي، بس لسه الحيطه دي هتاخد وش تاني، شادي هيخلصها دلوقتي. بس متنسوش يا جماعه ان انتوا تفرشوا حاجه، عشان كان زمان كل ده على الارض، فلازم ان انتوا تاخدوا بالكم. عموما كل التفاصيل زي ما قلت لكم في الفيديو عند شادي، بس بجد الحيطه لما لونها اتغير مش قادره اقول لكم وسعت المكان ازاي. فانا عشان كده اخترت اللون الابيض للمكتب علشان يفضل الدنيا واسعه قوي كده وما تحسوش بكتمه، لان المكان صغير زي ما قلت لكم. والحاجه الثانيه كان في الاول لونها غامق، انا كنت عاملاها علشان الحته دي ما كانش فيها اي فرش ولا اي حاجه، كانت في وش الباب كده، فكنت حابه ان هو احسسهم فعلا ان دي اندنج بتاعه البيت، او ان هنا فعلا النهايه وان هنا مفيش اي حاجه هتحصل. الدبانه الغلسه دي، فبمجرد بس ما احنا يا جماعه بنغير اللون احنا فعلا بندي احساس تاني خالص للفراغ. يعني دلوقتي كده تحسوا ان المكان ده لا بقى اوضه، بقى في ليله هتحصل هنا. عكس ده اللي هو الدجاج. اسكت يا شادي. لا تعليق. دجاج. دلوقتي بعد ما خلصنا دهان شادي رجع بقى يركب هم العلاقات بتاعت البلتكنات عشان الستاير، عشان كان فكهم علشان الدهان ما يبهدلهمش ويفضلوا نضاف. شكرا يا شادي على اهتمامك بالتفاصيل. والله الله يرضى عليك.
انا حاسه ان انت وقفت فوق الكرسي اكتر ما عشت على الارض في البيت ده. خد مصور. شفت انا بساعدك ازاي؟ بالمناسبه علقات البلتكنات دي والبلتكنات بتاعتي والستاير كلها كنت جايباها من ايكيا لما كنت بتجوز، وكنت كلمتكم عنها، ففعلا عمليه جدا. تدا، وبكده نكون خلصنا كل حاجه للدهانات، والاوضه بقت جديدة وواسعة. شايفين ممكن بلون دهان واحد بس المكان كله فعلا يتغير، بدل ما هي كانت مجرد ممر ما بين اوضتين ابتدت انها تبقى فراغ كامل او اوضة كاملة لوحدها. ولسه برضه لما النجار يعطف علينا ويجي علشان يعمل لنا الباب اللي هنا، بس ده هيبقى في فيديو تاني، فلايك للفيديو ده علشان تشوفوا الباب لما يركب، لانه هيبقى مش باب، هو هيبقى بارتيشن. بصوا هو هيبقى حوار كبير كده، فلايك للفيديو ده علشان اكمل لكم. بس دلوقتي بقى هنبتدي ان احنا نفرش الاوضه بتاعتنا، ونبتدي ان احنا نحاول نحل مشكله صدى الصوت اللي موجوده دي. فانا جبت سجاده كبيره جدا من ايكيا علشان نحطها هنا، وبالمناسبه كانت رخيصه جدا، فمتنسوش تشوفوا الفيديو اللي فات، كانت اعتقد 350 جنيه تقريبا، علشان نحطها علشان تقلل من صدى الصوت، لانه ده المفروض هيبقى زي الاستوديو بتاعي اللي هصور لكم فيه، المكتب بتاعي اللي هشتغل فيه واذاكر فيه لكل حاجه في حياتي. ف من غير كلام اكتر من كده، يلا بينا على اكتر جزء ممتع في الفيديو. انا ابتديت بالسجاده علشان دلوقتي هنبتدي نركب عليها قطع الاساس، فما تتجرحش. انا دايما ليا وظيفه واحده في تركيب اي عفش بنجيبه من ايكيا، الكتالوج. دايما انا بقف اقول لشادي يعمل ايه، وشادي هو اللي بيشتغل. صح يا شادي؟ حلو جدا، ونفس اللي كانت في خيالي بالظبط هنا كطول وكده بالنسبه للسبيس. طبعا مش هتحط في نص الاوضه خالص، بس لسه ما نخلصها. بس طبعا يا جماعه انا بحب اعمل حاجات التافهه كلها، فانا دلوقتي هاخد هما اللزقات دول واركبهم هنا عشان لما نحط الارفف الازاز حطوا عدل. ايوه بس كده، دي اللحظات اللي هو الواحد قلبه بيقف له، انا ركبت حاجه غلط ولا ايه. فده كده تحت رف خشب، وبعد كده من فوق رف خشب تاني. الشكل بتاع كده حلو قوي. وفي النص بقى كل دي ارفف ازاز، بس اللي تحت واللي فوق خشب، في النص كل ارفف ازاز. فحسيت انها هتبقى شكلها حلو جدا، وعمليه تشيل حاجات كتير انا كنت محتاجه ارفف في المكتب، وفي نفس الوقت مش عايزه حاجه عفش كتير او خشب كتير، عايزه حاجه كده مفتحه كده، فتدي احساس ان الدنيا مش زحمه. فلما يبقى عندكم يا جماعه مكان صغير، حاولوا ان انتوا تستخدموا عفش خفيف، فما يديكوش. على فكره انت بتاخد الشغلانه بتاعتي، انا عايزه ان الزقهم. بصوا ايكيا بتهتم يا جماعه، انا بحب التفاهه مالكش دعوه بيا، بصوا بتهتم بالتفاصيل. شايفين بيحط لكم هنا كده زي فل كده صغير بتلزقوه هنا علشان الازاز مع الوقت ما يجرحش، ويبقى سهل في شيله وحطه عشان تنظيفه كده. عايزه اقول لك يا شادي ان الناس من ساعة الفيديو اللي فات وهم ما وراهمش حاجة غير انت كنت مكشر كده ليه وانت في ايكيا، ممكن تقول لهم ليه انت ما كنتش طايقني عشان ده مطلب جماهيري؟ احنا كنا رايحين يوم اجازة صح؟ طيب طالما رايحين يوم اجازة، يعني واحد يوم اجازته رايح يلف الكرة الأرضية، ايكيا دي بلد جوه بلد أصلا، تخيل بقى إن أنت صاحي من النوم يوم اجازتك رايح ايكيا، ويسرى بتحب تهتم بالتفاصيل، وأنا ما يعني أنا ماليش طاقة مهتمة بالتفاصيل يا ست، تهتم بالتفاصيل عشان كده حبيتني. طيب ماشي، وجعان وكنت جعان، لو انت عارفه ان انا لما ببقى بقول لك ايه، قولي السبب بالايه، عشان انت كنت جعان. عشان انا كنت جعان، بس هو يا جماعه كان متضايق ومش طايق عشان هو كان جعان، وانا بلففه في ايكيا. بشويش بس كده، ايه ده بصماتي؟ ايوه بس كده، العبي اكيد فرح صحيت. ده يا جماعة المكتب اللي انا اخترته معاكم، والناس اللي سألتني في منه الوان تانية، وحتى الرجول بتاعت في منها الوان تانية، بس ده اكتر لون الصراحة انا كان عاجبني، وحسيت ان هو ماشي مع التصميم اللي انا عاملاه. ياي، فاكتبوا لي تحت رأيكم فيه. رأيكم، بصوا انا بعشق الخشب يا جماعة بجد، بحبه قوي. كان في منه الابيض وفي منه الاسود، واعتقد في الجراي، مش متأكدة، بس التلات الوان التانية متأكدة ان هو في منهم.
والرجول كان في منهم الاسود، طبعا انا جبت الاسود عشان يبقى ماشي مع الستايل اوريدي الموجود عندي في المكتب اللي هو الحديد الاسود كله، وكان في من الرجول الازرق وفي منها الاحمر وفي منها الاخضر. فتقدروا ان انتوا طبعا بقى تشكلوا ما بين السطح بتاع المكتب اللي فوق وما بين الرجول اللي تحت، فتقدروا تطلعوا اختيارات كتيره جدا من المكاتب. ايوه كويس انك عارف. طب بصوا يا جماعه احنا هنعرف هنعمل ايه في البتاعه دي ونرجع لكم بعد ما نخلصها، الموضوع محتاج تفكير شويه. واخيرا يا جماعه ركبنا الجزء اللي تحت، وبعد كده مجرد بس بتقوموا حاطين عليها الجزء بتاع الترابيزه. بصوا شكله شادي اتهلك بجد علشان يركب الرجلين، كان فيهم حته صعبه قوي كده فكانت محتاجه تفكير قوي صراحه. دلوقتي صراحه الستاير اللي عندي في الغساله بتتغسل، فلما تخلص غسيل هعلقها تاني. انا هعلق بس الستاير البيضه، اما الستاير التقيله خلاص هعينها مش هستخدمها، لان انا عايزه اكبر كميه اضاءه تدخل في طول الوقت. وصراحه الكرسي بتاع المكتب لسه ما اشتريناهوش، بس المفروض شادي هينزلني النهارده اشتريه. لا مش النهارده، النهارده ماتش. النهارده ماتش؟ ماتش اهم مني من كرسي مكتبي؟ معلش النهارده الماتش الاهلي، معلش. دلوقتي يا جماعه هننقل على اخر قطعه هنركبها، لان بقيه القطع متركبه اوريدي وهنشوفها مع بعض. فدي يونت انا جايباها علشان اجمع فيها الميك اب بتاعي والحاجات دي وكده. شادي خلاص تعب ومش قادر يقعد يركبها على الارض، فقرر ان هو هيركبها على المكتب الجديد. يا لهوي. صباح الخير يا حلوين. امبارح اليوم فعلا وقف هنا حرفيا، لان فجاه واحنا بنصور كنا طالبين اكل فالاكل جه، قعدنا اكلنا ومتنا بكاش دي تفاجئ بالليل على الماتش وكده، فعملناش اي حاجه. فالنهارده بقى صراحه عايزه اخلص المكتب وكده، لانه المفروض بكره هنزل بقى شغل في الجامعه وكده، وهبتدي خلاص ان انا اداوم لان الدراسه بدات. كل سنه طيبين. فمحتاجه ان انا اخلص النهارده بمعنى الكلمه. فدلوقتي فرح نايمه، يا رب الحق اخلص. اول حاجه عايزه اعملها ان انا اعلق الستاير، عشان شايفين كميه الضوء اللي داخله. انا مش عارفه هتبقى باينه معاكم ولا لا، بس فعلا كميه كبيره جدا. فانا قررت ان انا هعلق الستاير الخفيفه بس علشان تخلي الضوء اللي داخل ده بليرد شويه، او ان هو ديفيوزد شويه، متوزع اكتر من ان هو داخل شعاع ضوء قوي كده. شايفين؟ بحس ان هو لو انا قاعده بصور او كده ممكن يحرق لي التصوير. اه في حاجه مهمه جدا عايزه اقولها لكم. امبارح بعد ما اكلنا، فكنت عايزه قلت بما ان خلاص مش هنشتغل في الاوضه، كنت عايزه اجيب حاجه كده هتتعلق على الحيطه، كورك اللي كنت كلمتكم عنه يتعلق على الحيطه من المكتبه. فنزلت انا وشادي نروح المكتبه، لقينا مصر كلها جوه المكتبه بمعنى الكلمه. مش عارفه تقريبا هم مستنيين ليله الدراسه عشان يروحوا يشتروا الحاجه. طب عندنا السنه كلها. فقررت ان انا مش هشتريها، وشادي قال لي وهو جاي من الشغل النهارده هيجيبها لي. ربي يفتكر. الحمد لله تمت مهمه تعليق الستاير بنجاح وما متش. دلوقتي هروح اجيب المرايه. انا اوريدي حاولت ان انا استخدم في التصميم حبه حاجات من العفش اللي عندي اوريدي علشان ما اشتريش حاجات كتير. الاماكن الضيقه خدوها نصيحه كده مني، وما تفكروش كتير، المرايه هي صديقكم الصدوق بجد. عشان كده اخترت ان انا احط مرايه بالطول كده في الزاويه بتاعت الاوضه علشان توسع الاوضه وتدي احساس كده ان الاوضه ما انتهتش. فاهمين قصدي؟ دلوقتي جزئي المفضل وهو الزرع. يعني انا عايز اقول لكم ان الزرع بقاله حبه قاعد قدام الباب. اكسكيوز يا جماعه دي الستاره القديمه. فانا بجد اخيرا ما صدقت ان اوصل للمرحله دي واشوفه بقى في مكانه. فانا اوريكم الجنينه اللي احنا عاملينها قدام الباب. انا متاكده وواثقه مليون في الميه ان اي حد بيجي بيشوف المنظر ده بيعرف ان جوه يسرى ساكنه. دول الجداد اللي احنا جايبينهم من ايكيا، دي اللي هي الشوفليره، وفي ده اللي هي مش عارفه اسمها ايه صراحه، بس برضه كانت من ايكيا، وفي دي اللي هي البوتس اللي هي المتعلقه دي برضه من ايكيا. فالثلاثه دول هيدخلوا المكتب عندي، وممكن اخد برضه البوتس اللي ورا دي، مش عارفه هنشوفها على حسب المكان محتاجها ولا لا. لو حابين اعمل لكم فيديو اني احول الجزء اللي هنا قدام الباب، لان انا بقالي فتره انا وشادي بنخطط انه الجزء اللي هنا قدام باب الشقه بتاعنا محتاج ان هو يحصل فيه حاجه بدل ما هو ميت وحزين كده. فلايك للفيديو ده واكتبوا لي تحت، علشان هيبقى فيه افكار كتير جدا جوه دماغنا عايزين نعملها. فلو حابين ان احنا نعملها معاكم ونشارككم كل الخطوات وكل حاجه. بصوا دلوقتي الزرعه دي انا مش هعلقها، هحطها جوه الفازه دي اللي انا جبتها من ايكيا. بصوا بجد لونها عشق، لونها اصلا ملهمني جدا ان في هنا الارت بيس اللي هعلقها تبقى فيها اللون ده. فهنفك دي دلوقتي مع بعض. بصوا دايما اللي هي الحاجات اللي بتتعلق كده
بيبقى فيها من هنا كده البلاستيكه دي، شايفين؟ بتفكوها كده فتقدروا ان انتوا تفصلوا الجزء ده عشان ما يبقاش شكلها بشع وهي محطوطه كده فيها والجزء ده طالع. بجد فظيعه. الاحمر مع الاخضر عامل ميكس الوان حلو جدا، خصوصا ان انا كل الالوان في المكتب الدبنه دي، خصوصا مفيش الوان كتير في المكتب، ففعلا اللون الاحمر كان لون حلو جدا هو يدخل، خصوصا ان انا بحب الدرجه دي اللي هي شبه الكريمزون شويه، فمبسوطه بيها. قولوا هاي لزرعتي الجديده دي اللي هي الشوفليره اللي انا جبتها من ايكيا، وعلى فكره بتتباع في مشاتل كتير، بس هناك حبيت انه دي كان سعرها 65 جنيه، بس معاها اللي هي البتاع اللي بتتلف عليها دي، فطبعا سعرها ارخص من المشاتل الطبيعيه اللي انا بشوفها فيها. دي نفسها بشوفها في المشاتل بتبقى ب70 جنيه لو ملفوفة على الشيء ده، وحطيتها جوه الباسكت اللي كنت برضو جبتها معاكم في الفيديو اللي فات، فانسوش ان انتوا تشوفوه. حبيت الكورنر ده قوي كده بالمراية اللي هنا هاي عشان اصور لكم فيها الاوتفيتس، طبعا ده اوتفيت الشغل فسيبكم منه عشان دلوقتي لسه في شغل كتير في البيت هنعمله، بس حبيت الجزء ده كده عشان لما بنزل لكم صور على الانستجرام او بصور لكم في الفيديو الاوتفيت بتاعي فيبقى حلو والاضاءة داخلة من الشباك في وشي كده. والنبته الثالثه قررت ان انا احطها على اليونت اللي جنبي اللي وريتها لكم امبارح اللي حطيت فيها تحت الادراج والترابيزه الازاز، حطيت النبته هنا، وهنا هيتعلق براويز كتير فيهم ارت وورك انا اللي هبقى رسماها. ودلوقتي هوريكم الاكسسوارات اللي اشتريناها مع بعض في الفيديو اللي فات من ايكيا وازاي هننسقهم في المكان والتاتشات الاخيره. اول حاجه جبتها كانت اللي هي التيبل مات دي، دي جبتها علشان احطها على سطح المكتب خصوصا وانا بصور لكم فيديوهات الميك اب علشان سطح المكتب ما يتخدش، دي اصلا للاكل، بس انا حبيتها علشان فيها نفس شغل الخوص او البامبو او الخشب اللي احنا بنحبه ده، وعلشان تبقى ماشيه مع الفراغ وتحافظ لي على سطح المكتب زي ما قلت لكم، فممكن تستخدموا الحاجه بكذا طريقه. انا اول ما رحت الصراحه كانت السيركل او الدايره هي اللي عجباني، ودي اللي وريتها لكم الفيديو اللي فات، بس حسيت ان دي عمليه اكتر وتشيل كميه اكبر ودي اسهل في التنظيف. التانية كانت لونها فاتح قوي وكانت خوص قوي، حسيت ان لو الميك اب وقع عليها مستحيل يطلع منها. بعد كده جبت التو فريمز برضو الصغيرين دول، غالبا في واحد منهم هيتحط فيه ارت بيس او كده وهيتحط هنا جنبي، او ممكن واحد من صغيرين خالص، والتاني هيتعلق ورا مع البرواز الكبير الضخم اللي احنا جبناه اللي هو كان مقاسه 50 في 70، بس كده كده هتشوفوهم زي ما قلت لكم في الفيديو تاني. وبعد كده جبت اللي هي الباسكت الخوص دول مجموعه عباره عن 3 بساكت كده مع بعض مع الغطيان، ودي زي ما قلت لكم كانت من اكسسوارات الحمام، بس انا قررت ان انا استخدمهم في مكتبي علشان انا بحب الخوص قوي يا جماعه. فاعتقد ان انا ممكن احط واحد هنا كده، ممكن استخدمهم بقى في حاجات الميك اب بتاعتي او كده ان انا اخزن الحاجه، ممكن بس ان هم مجرد ديكور او كده. ممكن الاثنين التانيين بقى يتحطوا هنا كده. بعد كده انتوا عارفين ان انا بعشق حاجه اسمها كاندلز من كل الفيديوهات بتاعت الهوم ديكور، لازم في اي فيديو رينوفيشن بيكون فيه كاندل. انا ده السبيس بتاعي لوحدي اخيرا في البيت، ده اول فراغ في البيت بتاعنا انا وشادي يكون ده استخدامه ليا انا لوحدي، يعني يسرى بس هي شخصيتها طالعه في السبيس ده، عشان كده حتى شكله جديد ومختلف عن بقيه البيت بتاعي، لانه الديزاين ده مش داخل فيه شادي او مش داخل فيه مراعاه لذوقه واحتياجاته والكلام ده كله، هنا انتوا بتشوفوا يسرى بس في تصميم، فحبيت ان حتى ريحه السبيس تكون بتعكس ذوقي وشخصيتي اكتر، فانا اخترت الريحه الوحيده اللي شادي حرمني منها في البيت كله وهي ريحه الفانيليا، لان انا بحبها جدا وهو بيكرهها وبتعمل له صداع. فانا مهما اوصف لكم يا جماعه دي ريحتها حلوه ازاي وفريش كده وريحتها لذيذه كده، انا بعشق ريحه الفانيليا عموما في الكاندلز، فصراحه اول ما لقيت انه لونها اخضر وعليها برنس كده بوهيميه كده شويه كده، فلايقه جدا مع السبيس بتاعنا ومع الديكور، وفي نفس الوقت بتعكس فعلا الريحه بتاعت شخصيتي، وشادي بيكرهها فعمري ما هقدر ان انا اجيبها في اي مكان تاني في البيت، حسيت اللي هو ايوه هي دي الريحه دي اتخلقت علشان المكتب بتاعي، وحاسه ان هي محتاجه تدخل في تكوين كامل على صينيه او كده وتتحط يبقى شكلها في الديكور افضل، بس كوظيفيا اللي هيدخل المكتب ده فعلا هيحس ان انا روحي في المكان. بصوا دي بقى الاباجوره اللي شادي نقاها،
بجد يا جماعه لو حابين فيديوهات اكتر من كده، خصوصا لو حابين فيديو غرفه بنتي وهو بالمناسبه الباب ده، خدكم في جوله ليها. ارجوكم ارجوكم ابعتوا الفيديو ده لايكيا او اعملوا لهم منشن او اكتبوا لهم في الكومنتس عندهم، فممكن ان هم يكتشفوني ويعملوا لي سبونسرنج، فده يشجعني ويحمسني ان انا اعمل لكم فيديوهات اكتر، لان فعلا فيديوهات سلسله بيتي او فيديوهات رينوفيشن او فيديوهات التجديد في البيت والله بتحتاج ميزانيه كبيره، فعشان كده مش بقدر اعمل لكم كتير، وانا عارفه ان دي اكتر فيديوهات انتوا بتحبوا تشوفوها، فساعدوني. او حتى لو في محل تاني انتوا حابين انه اجرب حاجات من عندهم واوريكم ازاي بنسقها في البيت والديكور وكده، وازاي تقدروا تستخدموها بكذا طريقه، فاعملوا لهم منشن او ابعتوا لينك الفيديو ليهم، او اكيد هتلاقوا طريقه ان انتوا توصلوا لهم الفيديو بتاعي وشغلي، ممكن هم يكونوا انترستد ان هم يدعموا حاجه بالمنظر ده. اوكي، اول حاجه بتيجي، اول قطعه بتيجي فيها هي الاباجوره كده، بعد كده الرجول دي. اوكي، اعتقد الكيس ده مبقاش باقي فيه حاجه، باقي بس فوط تاني، جبت فوط حمام عشان دايما بنجيبهم بيبقوا حلوين جدا. يعني بصوا ده شكلها، شكلها طبعا كيوت جدا، ممكن تخلوها كده، ممكن تخلوها كده، توقفوها كده، فبراحتكم جدا. فحسيت ان هي ذكيه وسعرها كان رخيص، كانت ب 150 جنيه، وانا مش محتاجه اكتر من كده على سطح المكتب بتاعي، لان انا صراحه مش بحب الزحمه، فحسيت ان هي عمليه جدا. وممكن على فكره ان انتوا تحطوها في زي مشترك الشاحن ده وتقوموا حاطينها في الكهرباء فتشتغل عادي من الكهرباء على طول. ده ذوق شادي صراحه، هو شادي شايفني عامله كده لو هيجيب لي اباجوره او هيجيب لي لمبه مكتب، شكرا يا شادي انك شايفني مسلوعه. طبعا باين ان شادي فكسلي وقعد يتفرج امبارح على الماتش وما نزلتش جبت كرسي للمكتب، فده كان كرسي قديم صراحه عندي تحت، فاخدت الكرسي ده وحطيته، بس مش هو ده الكرسي خالص اللي انا كنت متخيله، انا متخيله كرسي خوص هنا من هيك كراسي المكاتب الخوص دي، فلما يعطف عليا ويوديني اجيبه هبقى اوريكم ابديت، بس للوقت الراهن عشان نقدر نستخدم المكتب بتاعنا هو ده المتاح. حبيت جدا شكل الخلدادية الصفرة عليها الصراحة، دي من الصالون عندي، بس غالبا I will keep it، لانه حبيت الميكس بتاعها مع النبتة اللي هنا ومع اللون الاحمر اللي فوق، حسيت كده ان ميكس الالوان حلو وابتدى يديني تصور شوية للبينتينج او اللوحة اللي انا عايزة اعلقها هنا، غالبا هيدخل فيها اللون ده شوية، ممكن حبة من اللون ده معاها، فحاسة انه هنا في اكشن كتير هيحصل، فمتحمسة قوي صراحه. يا جماعه انا كنت حابه ان انا اخلص المكتب كله في الفيديو ده واوريه لكم، بس حسيت ان الفيديو هيبقى طوله 100,000 سنه، فعشان كده هوقف الفيديو لحد هنا، والارت وورك او البراويز اللي فيها اللوح هنزلها لكم في فيديو تاني، والحيطه التانيه اللي هحط عليها السبوره وكل الكلام ده هنزلها لكم في فيديو، ولسه برده لما البارتيشن يتحط هعمل لكم جوله مفصله بقى بعد ما كل الديكورات كل حاجه تخلص، بس فعلا ان الفيديو بقى طويل قوي، وانا شاكه ان في حد ممكن يضيع من حياته كل الوقت ده ان هو يتفرج على الفيديو، فلو انت واصل لحد النقطه دي تخلينا بحبكم ازاي لكل الناس اللي وصلت للوقت ده من الفيديو، فانا هنهي الفيديو هنا هوريكم اللي وصلنا له لحد دلوقتي، بس وعد كل ما اخلص حاجه جديده حتى لو خلصتها بكره هنزل لكم فيديو، وهكذا وهكذا، بحيث انه تكونوا شايفين كل مراحل التصميم وما يكونش برده الفيديو طويل قوي وممل اكتر من كده. فزي ما اتفقنا لو حابين الفيديو ده لايك علشان انزل لكم فيديوهات من الانواع دي كتير، وما تنسوش بقى حوار بقى ايكيا والمحلات التانيه قلت لكم عليها، عشان فعلا يدوني دفعه وحماس ان انا اكمل في سلسله بيتي والرينوفيشن والتجديدات، واكتبوا لي تحت حسيتوا ان الفيديو حمسكم انكم تبتدوا تعملوا المكتب بتاعكم ولا لا. خدوا بالكم الجزء اللي انا عملت فيه كل المكتب ده فعلا كان جزء مهمل في البيت، عباره عن طرقه ما بين اوضتين زي ما وريت لكم، وانا استغليته وجددته وعملت فيه كل اللي بيحصل ده، فعلا يعني ما تهملوش ولا متر واحد في البيت، انتوا تقدروا بافكار بسيطه وبفلوس قليله تعملوا منه احلى مكتب في الدنيا. وطبعا ما تنسوش الاشتراك تحت في القناه، وتستنوا بكره الفيديو اللي هينزل على قناه شادي ليه مراحل الدهانات كلها، وده كان كل حاجه للفيديو بتاع النهارده. كومنت بكره على الفيديو اللي هينزل لشادي انه ينزلني اجيب الكرسي بتاع المكتب بجد، يعني عايزاكم تزنوا عليه اكتر ما انا بزن عليه. بصوا عايزين نعمل نحله كده حواليه، عايزين كده يعني نراقبه كده ونحاوطه ويحس ان هو يعني خلاص مفيش مفر، ولازم ياخدني ينزلني اجيب الكرسي بتاعي لانه خايفه يغدر بيا. بس كده حلوين، لحد الفيديو جاي، شكرا جدا جدا ليكم انكم هنا.